متابعينا ومتابعي طقس العرب الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومحبه. حديثنا في هذا اليوم عن الاعصار لبان المتواجد حاليا في بحر العرب الى الجنوب من سلطنه عمان والجنوب الشرقي من الجمهوريه اليمنيه. هذا الاعصار هو الاعصار الثاني خلال الخمسه شهور الماضيه بعد الاعصار ميكونو، والذي اثر في فتره ما في شهر مايو ايار الماضي. التوقعات الخاصه بهذا الاعصار لبان، والذي متوقع ان يتحرك باتجاه سلطنه عمان والجمهوريه اليمنيه بشكل مباشر يومي السبت والأحد القادمين، كما هو ملاحظ من خلال صور الأقمار الاصطناعية، هذه السحب الرعدية المصاحبة لهذا الإعصار تلتف بحركة دورانية حول عين الإعصار الموجودة حاليا هنا في هذه المنطقة. والإعصار حاليا قد رفع إلى الدرجة الأولى من عاصفة مدارية إلى إعصار من الدرجة الأولى وفقا لتصنيف سفير سمسن لقوة الأعاصير العالمي، والذي يتدرج من الدرجة الأولى إلى الخامسة. إذا لبان حاليا هو ضمن الدرجة الأولى. أتوقعت بحركة هذا الإعصار وفقا للمسارات المرجحة التالية، كما نلاحظ معكم هنالك مساران مرجحان لحركة هذا الإعصار. المسار الأول بنسبة تصل إلى 80%، والمسار الآخر بنسبة تصل إلى 20% كما هو ملاحظ. كذلك هناك بعض المسارات البسيطة أو ذات الاحتمال البسيط غير المذكورة هنا، كأن يتحرك الإعصار أو يبقى في بحر العرب دون حركته شمالا، أو يتحرك بالاتجاه الشرقي. الاتجاه المرجح الأكثر وهو بنسبة 80% أن يتحرك عين الإعصار تتحرك بالاتجاه الشمال الغربي نحو سواحل سلطنة عمان، تحديدا محافظة ولاية ظفار، كذلك الحال ولاية الوسطى، كذلك الحال المناطق الشرقية من الجمهورية اليمنية. مدينة صلالة هي في مرمى أو في طريق هذا الإعصار، وتحديدا الجزء الرطب من هذا الإعصار. سيصل لبان إلى المنطقة ما بين يومي السبت والأحد بشكل مباشر. أي تأثير في الفترة التي تسبق هذا التأثير هو تأثيرات غير مباشرة، وتندرج تحت ارتفاع في أمواج البحر، كذلك حال هطول أمطار متفاوتة الغزارة. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.